مشاهدين أهلا بكم. المدرعة العسكرية الجزائرية بوكسر. لقد أعلنت الجزائر عن خطط لبدء إنتاج مركبة المشاة القتالية من نوع بوكسر EFV بترخيص، وذلك بحلول نهاية عام 2020. وهذه الصورة تبين أول ظهور للمدرعة الجزائرية العسكرية بوكسر بتمويه صحراوي. سيتم استيراد وتجميع الصلب عالي الكثافة والمواد الأساسية الأخرى اللازمة لإنتاج المركبة في الجزائر. ويعتقد أن مركبة بوكسر 8×8 EFV الجديدة المنتجة محليا تحل محل حاملات الجن المدرعة BTR-80 وBTR-60 التي تخدم لدى الجيش الجزائري. وفي هذه الأيام قد بدأت الجزائر تصنيع المركبة العسكرية بوكسر EFV بأعداد صغيرة تصل إلى 200 وحدة، وقد استلمت بالفعل جميع أجزائها، وسوف تنتقل قريبا إلى المرحلة الثانية وهي رفع الأعداد ونسبة تكامل بعض الأجزاء تماما مثل مركبة فوكس 2. وهناك عددا من النسخ قيد التطوير حاليا، بما في ذلك حاملة القوات لنقل قسم من المشاة، ومركبة إسعاف ميدانية، ومركبة قتال هندسي، ومركبات القيادة C-41 وC-2، ومركبة اللوجستية، ومركبة للصيانة في ساحة المعركة. وقد تم تصميم المركبة العسكرية بوكسر EFV لتحمل الألغام المضادة للأفراد والمضادة للدبابات تحت العجلات أو الجانبين، ويمكن أن تتحمل على ما يبدو ذخيرة خارقة للدروع بحجم 14.5 ملم، كما أنها تتميز بمحرك ديزل MTU بقوة 720 حصانا يعمل على ناقل حركة أوتوماتيكي، مما يوفر سرعة القصوى تبلغ حوالي 100 كيلومتر في الساعة، ويتجاوز مداها. وعلى العموم فإن صناعة الدفاع الجزائرية موجهة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، ولذلك في سنة 2014 دخلت شركة ريمينتال ديفنس والجزائر في صفقة بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي لبناء فوكس 2 APC في الجزائر. وقد تم بناء مجموعة تتكون من 980 مركبة فوكس 26 من قبل دولة الجزائر، حيث تم عرض أول مركبة في شهر مايو سنة 2015 عندما قام رئيس الأركان الجزائري الفريق قايد أحمد صالح بزيارة فوج التدخل الخاص بالحرس الجمهوري. والأكثر من ذلك أيضا أن الجزائر قد قامت بتجديد عدد كبير من ناقلات الجنود المدرعة BTR-80 وBTR-60 التي يمكنها الآن إطلاق الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات من طراز 9M-133 كورنر. دعونا نتعرف على المركبة العسكرية بوكسر. إن بوكسر هي ناقلة جنود مدرعة ويطلق عليها باللغة الألمانية GTK بوكسر، ناقلة جنود مدرعة متعددة المهام ألمانية هولندية الصنع، صممت لتنجز مجموعة متعددة من المهام القتالية باستخدام أنواع متعددة من المركبات. وقد صنعت المركبة من طرف شركة أرتيكا المحدودة ومقرها في مدينة ميونخ الألمانية. تاريخ الإنتاج: إن البوكسر هو مشروع أوروبي مشترك لإنتاج الجيل الجديد من المركبات المدرعة، والمشروع بدأ أصلاً كمشروع مشترك بين ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، لكن فرنسا انسحبت من المشروع في عام 1999 لتنتج مركباتها الخاصة. وفي سنة 2001 وقعت هولندا مذكرة تفاهم لتنضم إلى المشروع. وفي سنة 2003 ومع بداية حرب العراق انسحبت بريطانيا من المشروع، وتسلمت ألمانيا النسخة التجريبية الأولى في سنة 2002.
وخضعت للتقييم الاختباري في ألمانيا، ولكن التغيرات في التصميم والمشاكل السياسية أجلت الإنتاج إلى سنة 2008، حيث طلبت هولندا 400 مدرعة، وذلك لاستبدال مدرعاتها المجنزر M577 وهي إحدى أنواع M113، ومدرعاتها المدولبة نوع UPR765 في الجيش الملكي الهولندي. بينما طلبت ألمانيا 600 مدرعة، وذلك لاستبدال مدرعاتها المدولبة من نوع فوكس والمجنزر من نوع M113، وذلك في سنة 2006. واستلمت وزارة الدفاع الألمانية أول مدرعاتها رسميا في 23 من شهر سبتمبر أيلول من سنة 2009. التصميم: إن البوكسر عبارة عن مدرعة مدولبة بثمان عجلات تجعل معظم المدرعات المنافسة تبدو أصغر وأقل شأناً بحجمها البالغ 30 طناً، وهي أثقل بعشر أطنان من كثير من المدرعات التي تلعب نفس الدور. وتتصف مدرعة البوكسر بميزة فريدة، وهي أن مقصورة الركاب المخصصة لحمل الجنود والتي تقع خلف مقصورة السائق تكون على شكل خلية مستقلة عن بدن المدرعة، بحيث يمكن فكها وشدها خلال ساعة واحدة واستبدالها بمقصورة أخرى، كأن تكون مقصورة الإسعاف أو مقصورة الهاو وإلى آخره. وهذا يمكن المدرعة الواحدة من تنفيذ مختلف المهام، وذلك بمرونة قصوى. وتثبت هذه المقصورات إلى بدن المدرعة باستخدام براغ التثبيت. وتعمل البوكسر بمحرك من نوع MTU ديزل، وهذا المحرك مطور من محرك مرسيدس بينز أو M500، ويولد 700 حصانا، وهي قدرة كبيرة ولا شك، حيث أن محرك المدرعة إير سترايكر الأمريكية يولد نصف هذه القدرة، أي ما يعادل 350 حصانا، بينما يولد محرك BTR-90 الروسية 510 حصانا. نماذج المهام المعروفة للبوكسر: من بين نماذجها ناقلة جنود المدرعة، مدرعة مشاة قتالية، هاون 120 مليمتر، مدرعة قيادة، إسعاف، نقل، مدرعة إصلاح وسحب، منصة محمولة للصواريخ المضادة للطائرات. وأغلب مدرعات البوكسر تزود ببرج يعمل بالتحكم عن بعد من نوع FLW-200. إن هيكل مدرعة البوكسر العسكرية مصنوعاً من الفولاذ القاسي، يضاف إليه درع مصنوع من خليط السيراميك، وقد صنعت أرضية المركبة بدرع ثلاثي الطبقات، مما يوفر حماية القصوى ضد الألغام المضادة للدروع. ويتحمل القوس الأمامي للمدرعة نيران عيار 30 مليمتر، بينما باقي هيكل المدرعة فيمكنه تحمل نيران عيار 12.7 مليمتر. ويمكن استبدال صفائح الدروع التالفة بسهولة في الظروف الميدانية، وتصدر هذه المدرعة إشارات صوتية ورادارية منخفضة، مما يجعلها صعبة الاكتشاف. وقد بدأت دولة الجزائر في خطط إنتاج هذه المركبة العسكرية القتالية بوكسر EFB، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي للجيش الوطني الشعبي، ويصل بعد ذلك إلى مرحلة التصدير، وهذه هي خطة دولة الجزائر مستقبلا. إذا وصلت إلى نهاية هذا الفيديو فنحن نشكرك، اترك لنا تعليقا واضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة، وشكرا لكم للمشاهدة.